خلينا نروح على الفريق كمان بالمدينة بحلب، فريق الاتحاد بعد ما زبطت الأمور معه بكرة القدم اليوم عم يعاني شوي بكرة السلة، وشفنا شو اللي صار عم يعاني بشكل حقيقي صار اليوم بعد خسارته اليوم طبعا مع الوحدة. أكيد هي معاناة كتير كبيرة بالنسبة له لأنه هو متعاقد مع لاعبين على مستوى عالي، تقريبا عنده 3-4 لاعبين بمنتخب سوريا اللي هن توفيق صالح، جميل صدير، أنطوني بكر، وباقي التشكيلة تم التعاقد كمان مع العملاق وسام يعقوب، يزن حريري لا يقل أهمية عن بقية لاعبين، نديم عيسى اللي عم يقدم مستوى جيد جدا بفريقه، علي ديار بكر اللي كابتن الفريق اللي كمان ما بغفل أسماء كلها كبيرة، سيبو كمان كل أسماء كبيرة من هذا الاتحاد، بدعم جماهيري لا محدود للفريق، عم نشوف جمهور قديش عم يكون متواجد بشكل كتير كبير. عملنا تقرير صغير مع الكابتن رئيس نادي الاتحاد وحاليا هو مدرب نادي الاتحاد الكابتن باسل حمد، خلينا نشوفه ونرجع لكم. في الأزمة كان المدربين والكوادر كلها تقريبا برا النادي، ونحن كان مدربنا الكوتش عثمان قبلاوي متواجد ونحن معه بنعرف هالشي، لكن خسارة فريق الكرامة، خسارته مع فريق الكرامة أدت لانسحابه بشكل مفاجئ، لذلك نحن عم ندور على مدرب يكون أجنبي يكون أدراني يقود الفريق. أولا هي الكيمياء مفقودة، وثانيا الانسجام مفقود، وهذا شيء له علاقة بالكوتش، له علاقة بالمدرب، لأنه نحن خلال فترة أشهر شهرين أو شهر ونص عم نتمرن، ما بصير يكون هذا شكل الفريق مو منسجم بهالعناصر بهالنجوم. الفريق فيه تشوك نفسي كبير، بده يعني هلا اعاده مثل ما بيقولوا تهيئه من اول وجديد. في اسماء مدربين اجانب مطروحه على الطاوله بالاتحاد؟ هلا مطروح علينا اكثر من واحد، وان شاء الله يعني بين الذهاب والاياب بدنا نركز على واحد. ما بتعطينا اسم مدرب من هدول المدربين؟ ما في عندي امكانيه اعطيك اسم لانه لسه تحت المفاوضات.